تخرجت من 2013 دبلوم سكرتيرية قانونية وكملت قانون وتخرجت بال 2015 واللي من 2015 لل 2017 للأسف ما فيش شغل. سعيت إنه أشتغل بمجال تخصصي للأسف ما في، عشان هيك التجأت لأشتغل في مجال آخر اللي هو خدمة التوصيل، واشتغلت يدوب بثلاث أربع شهور وللأسف أثر على صحتي وقعدت، ولحتى الآن بسعى للشغل وعلي مسؤوليات والتزامات، وللأسف لحتى هذه اللحظة ما لقيت الشغل مناسب ولا في مجالي ولا في مجال آخر.